الجسم كل واحد منا هو موجود في خلايا سرطانية، ولكن الجسم بيعرف يقتلها. أوكي؟ ولكن إذا نعمل فحص للكل عنده خلايا سرطانية من الولادة. ولكن في عندنا توازن بين انخصام الخلايا أو تكاثر الخلايا وبين موت الخلايا. ففي عندنا نقول 20 خلية بتموت وفي إقبالة 20 خلية تولد من جديد. أوكي؟ هذا يسموه توازن. هذا بشكل عادي. ولكن إذا صار في عندنا خلل معين والخلايا صارت تنقسم بشكل غير منتظم فإحنا بنحصل على ورم سرطان. أوكي؟ الخلايا تنقسم بسرعة بنحصل على مرض سرطان. وكمان العكس، إذا الخلايا تنقسم بشكل عادي ولكن في مشكلة بموت الخلايا، الخلايا عم تنقسم بس مش عم بتموت، كمان إحنا بنحصل على ورم سرطان. أوكي؟ هذا اللي بدي أحكي لكم إياه عن السرطان. خلينا ننتقل عن الأضرار اللي بتصير بالـ DNA. بكل خلية قلنا في الـ DNA هو مكون من 3 بليون حجر. أوكي؟ حدا ممكن يعرف كم ضرر الخلية ممكن تواجه كل يوم؟ كم ضرر؟